ودورك الرائع العظيم في المقاومة الشعبية. لكن المدهش بالنسبة لي وأنا بقرأ السيرة الذاتية العطرة الجميلة لحضرتك، أنك في عام 1981 يتم اعتقالك في اعتقالات سبتمبر من قبل الرئيس الراحل محمد أنور السادات. الرئيس السادات اعتقلك ليه يا شيخ حافظ؟ للأسف عندما بدأ بالزيارة القدس كنا في منى، وكان معنا حسن التهامي وكان محرم معانا. فجأة شفنا حسن التهامي بيقلع الإحرام بيقول الريس دعاني عشان أروح معاه القدس. يا الله، بقى تقلع ملابس الإحرام عشان سادات دعاك للقدس؟ بقينا نقول يا أسفة. وبالتالي خرج من منى إلى المطار ثم إلى القاهرة عشان يكون مع السادات في زيارة القدس. أنا حقيقة تشائمت. وبعدين بدأ الكلام عن كامب ديفيد، وكان صلاة العيد بيصليها عندنا في السوق في مسجد الغريب، وأنا بصلي في الساحة، وجدت عربيات المخابرات بتاعت رئيس الجمهورية كانت جت عندي هناك عاملة كاردون كده حول الساحة بتاعت الصلاة. قلت أهلا وسهلا بكم، الحمد لله إنه جيتوا. قلت يا واد فرصة، ما دام هم جم هنا يبقى فرصة. قولوا للسادات يريح نفسه وما يروحش جنب ديفيد، لأنه ليس أشد مكرا ودعاء من إسرائيل. لو راح هناك هيجيب لنا الخزي والعار باتفاقية جنب ديفيد. وأنا بقول لكم أهو، أنا شايف عربيات المخابرات أهي بلغوا السادات عني، أنا بقول كذا 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 كذا. هو طلع من هنا على مطار أبو سلطان وخدوا بعضهم وراحوا إلى كامب ديفيد. أنا طبعا كنت بتابع أخبار كامب ديفيد. سألني النصر اللي حققناه في مع رمضان والشهداء اللي استشهدوا في هذه الحرب، يوم يضيعهم أنور السادات في جلوسه مع الرئيس الأمريكي في كامب ديفيد وطبعا هناك فيها حاجات كتير تمت. وجدنا وزير الخارجيه حينذاك اعترض ابراهيم كامل. نعم ابراهيم كامل، ايوه، وقدم استقالته. وانا كنت متابع كل هذه الخطوات لاني بشوف دي مصير بلدي، لابد اتابع الاخبار. فسالني ما سمعته عن وزير الخارجيه وغيره اللي كانوا موجودين الذين استاءوا من هذه الاتفاقيه. من هذا الوقت بدأت أعارضه في اتفاقية كامب ديفيد، حتى جاء الدور بتعارضه في العلن، علنا في الخطب في الجامع. لا ده مش أكثر من كده. كان جاء السويس، وكان محافظ السويس كان أحمد حلمي بدر، فبيقول له يا فندم ده حافظ سلامة مدوخنا هنا في السويس، كان دي لغة السادات. يا أحمد، إذا كان هو مدوخك في السويس أنا مدوخني من السويس لأسوان. أنا سمعت الكلام ده قاله السادات لأحمد حلمي محافظ السويس، قلت آه، بقى أنا مدوخه من السويس لأسوان يبقى واد ليه ما بعدها. لما جاء موضوع بتاع سبتمبر 81 ودخلوني السجن بمدعي الاشتراك ودوني، وكان هناك المحقق معايا المستشار وفيق الدهشان، قال لي اسمع. قلت له نعم. قال لي امن الدوله عامل عليك تقرير من 26 ورقه فلوس كام. 26 ورقه فلوس كام؟ قال لي تمام. قال لي ايوه، عشان ترد عليهم. والكرتونتي والصندوقين دول اشرطه ليك مسجله من السويس لاسوان، كل كلام انت كنت بتقوله مسجل لك في الاشرطه دي.
صندوقين اشرطه؟ قال لي ايوه. فاحنا نحقق معاك في مذكرات امن الدوله وفي الاشرطه المسجله عليك اللي بتهاجم فيهم الدوله والنظام وبتهاجم اتفاقيه كامب ديفيد. قلت له والله يا سياده المستشار تقول امن الدوله ما شاءت وانا لن ولن اتراجع عن كلامي. انا معارض كامب ديفيد ان شاف انا يعار على مصر وكبلت مصر. فاستمر في التحقيقات ولكن برضه عايز اقول مصر لنا جميعا. مصر نفتديها بارواحنا مهما كانت تضحياتي. حسيت بايه يوم اغتياله في 6 اكتوبر 81 انور السادات؟ ايه شعورك يوم اغتياله؟ زعلت عليه؟ بالامانه؟ لا. كنت اتمنى له مثل هذا اليوم واشد، لانه ضرب مصر وقضية مصر وصلنا إلى ما وصلنا إليه. وكنا نأمل خير بعد معركة رمضان، ولكن وصلنا إلى طرق مسدودة، بل إني بتهم محمد أنور السادات واتهم محمد حسني مبارك بالخيانة العظمى. وأنا بقول الآن وأنا قدمت هذا البلاغ المستشار عبد المجيد محمود بقاله النهارده اكتر من حوالي 3 اشهر ومنتظر ان يستدعيني لسؤالي في هذه الاتهامات، ومع هذا لغايه النهارده ما استدعانيش. وانا بكرر الان مع هذا التسجيل بصائب السيد المستشار عبد المجيد محمود البلاغ عنده، ولا بد باسم مصر ولمستقبل شعب مصر، لا بد شعب مصر يعرف مين اللي خانه ومين كان في بيمشي في مصلحته. طيب خلينا نتكلم على النهارده ونشوف اولا موقفك ايه من ثوره 25 يناير؟ لماذا شاركت في ثوره 25 يناير؟ وامتى نزلت ميدان التحرير؟ انا ارسلت انذار لمحمد حسني مبارك يوم 21 يناير، وقلت لوقتها لمباحث امن الدوله يبلغ محمد حسني مبارك ما اقول. قلت حين ذاك لمحمد حسني مبارك انا بأطالبك بالافراج الفوري عن جميع المسجونين السياسيين والغاء قانون الطوارئ وتحقيق العداله وتنفيذ جميع الاحكام القضائيه النهائيه إلا كل عهدك بيقف أمامها. وديته 48 ساعة وقلت في الإنذار بعد 48 ساعة أنا أنزل يوم 25 يناير لتفجير هذه الثورة. وبالتالي سألت أمن الدولة، الرئيس ما ردش، قال إحنا رفعنا. طيب أنا في حل يوم 25 يناير أنا نازل. ونزلت فعلا يوم 25، وكان يوم طبعا بداية خير. ربنا أراد أن 3 من أبنائنا يستشهدوا في سبيل الله بخلاف عشرات الجرحى. هل الثورة بدأت من السويس أم من ميدان التحرير؟ بدأت من السويس، وأول شهداء من السويس، وشهداء السويس دول دماءهم الزكية التي فجرت بعد ذلك الثورة. وبالتالي أنا نزلت يوم 28 هنا في مسجد النور لأخرج من هنا، وكان معي الدكتور صفوت حجازي، أن نتجه من هنا إلى ميدان التحرير حتى نقدر نلهب الشعور الموجودين ونبين لهم السويس قد قدم الشهداء. السويس دي مدينة صغيرة أهلها تعودوا على هذا. واليوم ده نزلت جري على السويس فوجدت المعارك شديدة بين الشرطة وبين الشعب، والذخيرة الحية شغالة. فكان مهمتي عشان طبعا كتاريخ استقبل
الشهداء والجرحى عشان أواسيهم، وبالتالي أشجع إخواني للخروج للمشاركة في هذه المعارك. وبالتالي كان هذا اليوم من أسوأ الأيام، بلغ عدد الشهداء 16 شهيد بخلاف مئات الجرحى، وأنا قاعد كل جريح بخش المشرحة عشان أطمن عليه إيه الإصابة بتاعته، فوجد تلقات العيال النارية كلها مصابة إلى الصدر أو الرأس، أي في تعمد القتل. وبالتالي أبص الجرحى أغلبهم برضو إصابتهم كانت شبه قاتلة، ومنهم عيونهم راحت بالرش اللي كان بيطلقوا السيارات بتاعت مكافحة الشغب. فكان السويس فضل من الله تبارك وتعالى هؤلاء الشهداء أشعلوا مصر كلها بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك الجيش ما نزلش إلا يوم 28 لما الأحوال سائد جدا والضحايا أو الشهداء كانوا بهذا الكم، كان مزعج لمصر كلها، العالم كله ضج من هذه المعركة الغير متكافئة. الشرطة اللي كان واجبها انها تحفظ الشعب، الشرطة اللي كان واجبها تحافظ على الشعب بتقتل الشعب، تطلق الذخيرة الحية صحيح على الشعب، دي كانت خيانة من حبيب العدل ومن محمد حسني مبارك كما قال حبيب العدل اللي أمر بإطلاق النار، بقى الرئيس أو وزير داخلية يطلق النار على الشعب. ولذلك أقولها لله مع اختلافي مع القيادة القوات العسكرية، لازلت أقول برضه بكل فخر الموقف الذي وقفته القيادة العسكرية هي من أول بيان قالت إنها لن تطلق ولا طلقة واحدة على صدر أي مصري، والتزمت بقرارها، ودي النقطة الوحيدة اللي أنا بفتخر دائما في كل مكان. ولما رحت ليبيا برضو قلت لإخواننا في ليبيا الفرق بين القوات المسلحة المصرية التي وقفت من أول وهلة مع الشعب وموقفكم أنتم في ليبيا اللي الجيش انقسم جزء مع القذافي وجزء مع بمناسبة الثوار. ليبيا حضرتك من شهر مارس الماضي سافرت ورحت ليبيا عشان تؤيد الثوار في ليبيا مظبوط؟ أنا رحت ليبيا مرتين لأقدم المواد الغذائية. خدت معاك 50 طن مواد غذائية؟ لا هما أكثر، الحافلة بتشيل 70 طن 70 طن حاول. ما شاء الله بتشيل 70 طن وبالتالي أنا رايح بالذات عشان أقدم المساعدات وأواسي الجرحى والشهداء. وبالتالي الحمد لله ذهبت إلى هناك باسم شعب مصر، ليس باسم جمعية الدين الإسلامية ولا باسم حافظ سلامة، رحت باسم شعب مصر. والله 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 كنت فخور ورأسي إلى السماء، وكل ما أروح موقع المواقع ويعرفوا إن إحنا جايين من مصر عشان نقف بجانب إخوانهم في ليبيا كان موقف ممتاز. حتى كانت هناك معركة بتاع إجدابيا وأنا في طريقي إلى إجدابيا، وجدت عربيات كثيرة مصنعة على إجدابيا فشافوني فنزلوا، وكان معهم مدافع، قالوا حافظ سلامة وصل عندنا قتيلة وصل يشارك معانا؟ قلت نعم. قالوا عايزين ناخد صورة تذكارية عشان نوزعها على المجاهدين. يوم اهلا وسهلا. قالوا بس احنا عارفينك بطربوشك الاحمر. الطربوش بتاعك فين؟ قلت لهم انا حاطه في العربية. قال لا ده عايزين ناخد صور تذكارية بطربوش نوزعها على اخوانك من الجنود، هم عارفينك بالطربوش الاحمر. هات يا اخواننا الطربوش الاحمر.
جيت طربوش واتصورت معاهم وهم منطلقين الى اجدبيا عشان يكونوا معركه. والله ربنا ينصرهم ويقدروا يسكتوا هذا النظام البغيض اللي عندهم يا رب ان شاء الله باذن الله حق هذه الايام المفرجه. والله كنت مسرور جدا، ولما طهروا اجدبيا دعوني عشان اروح اجدبيا، فكنت كاني اول واحد مدني يخش اجدبيا. ومن التحيه العسكريه بدأوا اطلاق الاعيان الناريه في الهواء استقبالا لنا، وكذلك عند خروجنا من اجدبيا. طيب شيخ حافظ، خلينا نتكلم على النهارده. الناس كلها بتسال مصر النهارده رايحه على فين؟ اديك شايف الاحداث يعني مجريات الاحداث، شايف الاوضاع في مصر الان، شايف مصر رايحه على فين؟ وهل مصر ماشيه في الطريق الصحيح اللي الثوره رسمته، ولا حصل خروج عن الطريق؟ الامانه اقولها لله وللتاريخ. النظام القائم الآن لم يعمل شيئا قط يسلك صدورنا. كنا نتمنى أن يكون هناك تغيير جذري لما كنا عليه في العهد الماضي. أنا حقيقة ده كان شعوري، ولكن حبيت أجرب. أول حاجة قلت عاوزين نحقق العدالة، عاوزين سيادة القانون. أولا أنا عارف إنك أنت كان ليك صدر لك حكم من المحكمة الإدارية العليا، يمكن المشاهدين ما يعرفوش، هذا المسجد اللي إحنا فيه هو بناء الشيخ حافظ سلامة، ليس هذا فقط المسجد لكن هناك مساجد كثيرة في القاهرة وفي السويس وغيره وغيره الحقيقة. وفي حكم قضائي نهائي بات من المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، وكان في ذلك الوقت رئيسا لمجلس الدولة، بأن هذا المسجد لا يقول لوزارة الأوقاف ويقول لحضرتك باعتبارك أنت من قمت ببنائه من خلال الجمعية التي ترأسها. هذا الحكم لم ينفذ، فكرت بقى بعد الثورة تنفذ الحكم، إيه اللي حصل؟ فتقدمت بي إلى القيادة العسكرية ودعوني في القيادة المركزية، وكان معنا اللواء حسن واللواء علي واللواء سعيد، وجابوا وزير الأوقاف وقالوا لي اتفقنا على أن نسلمك الملحقات يوم 9 مايو وجمع الخطبة الجمعة منصب بين جمعية الهداية والأوقاف. قلنا أهلا وسهلا. جابوا الوزير هناك في القيادة وقرأنا الفاتحة على هذا. فوجئت، انتظرت، وجدت يوم الجمعة جالي سيادة اللواء حسن واللواء علي والقيادات، أنا هنصلي معاك الجمعة في مسجد النور ومعنا الوزير. فجاء اللواء حسن قال كده للصحفيين وبتوع الإعلام، اقفلوا بقى ملف مسجد النور لأني أدي الوزير أهو وأدي حافظ السلامة أهو، اتفقوا خلاص على تسليم الملحقات يوم الاثنين. يوم الاثنين بدأت أسمع كلام غيرهم. اللي هو علي يتصل بعد الظهر، بعد ساعة، بعد اثنين، بعد الله. يوم الاثنين راح. الثلاث وهكذا. وبدأت أسمع ممكن الملحقات يأجروها منك؟ لا. ممكن يشتروها منك؟ لا. قلت أنا هبيع خدمات الجمعية، عملت خدمات مستشفى اهو من 4 طوابق، مدرسة اهي، بني وبنات، هناك قاعات بغير الأفراح للمحاضرات، وتحت منها في حضانات، في مكاتب تحفيظ القرآن، في أنشطة كثيرة موجودة في مقر الجمعية. ازاي أنا أتنازل عن خدمات؟ أمال الجمعية بنيتها ليه؟ هي محل تجاري عشان تبيعه أو ما أو عمارة سكنية؟ دي خدمات من رسالة الجمعية إنها تعملها، ومن رسالة الجمعية إنها تديرها. الجمعية ما تبتغيش في هذا الربح، مش عملية تجارية. إزاي أبني حاجة وأجرها أو أبيعها للغير؟ فدي بعتبرها أول مرة لا أقول في تاريخ مصر، في تاريخ الإسلام، أن يكون هناك مساومات
انا ابيع مسجد او موافقات مسجد. كان ما حصلش الطاقه. عشان كده انا النهارده كان عندنا قضيه جنحه رافعينها على وزير وهي مؤجله، لكن السؤال انا عايز اعرفه النهارده، هي الدولة ليه مش عايزة تسلمك المسجد؟ هل في ضغوط تفتكر على الحكومة مثلا من الخارج أو من الداخل عشان لا يسلموك المسجد؟ أيوه. من مين؟ في ضغوط. السفيرة الأمريكية راحت لوزير الأوقاف في مكتبه، ودي تخطت جميع البروتوكولات الدبلوماسية أن تذهب إلى وزير الأوقاف. كان الواجب انها قال لها شيء تقدمه لوزير الخارجيه. انما عشان تذهب لوزير الاوقاف، ما الوزير الاوقاف وما سفيره امريكا؟ انما قالت له ان الولايات المتحده الامريكيه قلقه من وجود حافظ سلامه في مسجد النور. الله، طب انا مالي من امريكا؟ طب ايه سيره امريكا؟ أنا لسه دخلت في المعارك مع أمريكا. فأنا كنت بتعجب بموقف السفيرة، ولكن قيل لي كذلك إنك أنت قريب من القطائلية المرقسية. ثم يا سلام، ده احنا أنا قعدت 17 سنة وأنا بأدير مسجد النور. هل في حد في الكاتدرائية المرقسية هنا في العباسية اشتكى من وجودك في مسجد النور؟ يقال هذا، يقال هذا، ولكن هو يعني انا هنا فين؟ انا في مصر الاسلاميه. يضغط ليه؟ وفي تدخل ليه في المساجد؟ احنا ما ندخلش في الكنائس، يدخلوا في المساجد ليه؟ وهل ننقل المسجد من مكانه يعني؟ انا قلت قبل كده في لقاء يوم الجمعه، بقول للأم بشنودة، اذا كنت انت بتطالب بعدم وجود حافظ السلامة في مسجد النور، أنا كمان بقول لك بالمثل، أنت كمان سيب القطائلية. إنما أنت لا تتدخل في شؤون المساجد كما أننا لا نتدخل في شؤون الكنائس. وبالتالي شعب مصر بأسره عاش منذ 14 قرن ما عرفناش حاجة اسمها الفتنة الطائفية. كنا عايشين مع بعضينا في المدارس وفي كل مكان، كنا مع بعض، ما سمعناش كلمة فتنة طائفية. وبالتالي أقول كلمة تانية، ما عندنا أول مسجد بني في مصر مسجد عمرو بن العاص، قبل منه مبنية كنيسة ماري جرجس. الاتنين قريبين من بعض، ما حدش أبدا قال إن بتوع ماري جرجس اعتدوا على مسجد عمرو. بس هل حضرتك تأكدت إن البابا شنودة طلب قال هذا الكلام، ولا هذه معلومات ممكن تكونش معلومات صحيحة؟ والله أتمنى أن تكون صحيحة. أتمنى غير صحيحة، وأتمنى برضه بقول للقيادة العسكرية، ما الذي يحول بينكم وبين تنفيذ حكم قضاء نهائي؟ عشان يقولوا لي وزير الأوقاف؟ الأوقاف؟ لا، وزير الأوقاف يتبع القيادة العسكرية، والقيادة العسكرية هي التي اختارت ان يكون وزير الاوقاف. وزير الاوقاف او البر من الامانه ده ستار لمين؟ ويجري ما يجري من خلفه. ستار لمين؟ نعم، وزير الاوقاف ستار لمين؟ يعني هم مصدرينه بس بره. هم مين؟ القياده العسكريه بقى، لانه اللي يملك القرار الان، اللي يمثل الان مصر هي القياده العسكريه. ما عندناش حمد لا رئيس ولا مرؤوس، عندنا القيادة العسكرية هي الآن التي تدير البلاد. طيب شيخ حافظ، أنت رأيك إيه في القانون الجديد لدور العبادة أو قانون بناء دور العبادة؟ لك رأي في هذا القانون؟ آه. إيه؟ أنا بأوافق عليه، وبقول ضروري من إصداره، إنما تحت بنود. الشرط الأول، هناك قرار من الأمم المتحدة بتحديد مكان المصلي في المسجد والمصلي في الكنيسه. قرار الامم المتحده بيقول لكل مصلي 64 سنتي سواء في المسجد او في الكنيسه. انا برحب بقرار الامم المتحده، واقول برضه ثاني لابد ما عمل تعداد رسمي حتى يتبين لنا من كاثوليكي، من بروتستانتي، من ارثوذكسي،
وكل واحد من هؤلاء ياخذ نصيبه في الكنائس حسب التعداد ده، وكل واحد ياخذ 14، وكذلك المساجد. احنا عاوزين ده، اذا كان ده هو اللي هيريح المواطنين المسيحيين احنا بنرحب بيه، وتنفيذه اول حاجه يعمل تعداد رسمي عشان ياخذوا نصيبهم حسب قرارات الامم. بالنسبه للاخوه المسيحيين في مصر، هناك تخوف منهم انهم في حاله اذا ما وصلت الجماعات الدينيه التي انشات احزاب سياسيه زي الاخوان المسلمين وزي السلفيه الى سده الحكم، هم يكون عندهم تخوف من وصول قوى دينيه الى الحكم في مصر. شايف تخوفات الاخوه الاقباط ازاي؟ انا بقول كلام واضح وصريح، بعد الفتح الاسلامي والى ما قبل سنوات كنا نعيش كمواطنين على ارض مصر، كلنا بيشرب من ماء واحد الا اماء النيل. لقد قال لي مراسل للاهرام، ايه رايك لو النهارده استدعوك كما قال، انت معروف الان عالميا، فعاوزين لو في وفد هيسافر عشان يروح اثيوبيا او غيرها عشان موضوع مياه النيل، والوفد ده هيكون معكم الانبا شنودة. قلت له يا سلام، انا برحب بهذا الوفد اللي فيه الانبا شنودة، لان احنا رايحين لقضيه تهم مصر كلها، وكلنا فداء لمصر. انا لا اتوالى عن خدمه مصر، واشارك اي مجموعه رايحه لهذا العمل. اذا معنى هذا مفيش حاجه تربطني بالانبا شنودة، ولا خلاف بيني بالانبا شنودة، هو بيأدي رسالته وكل واحد منا بيأدي. البعض انتقد ان حضرتك لما جيت تاخد مسجد النور مره ثانيه استعنت بالاخوه السلفيه عشان خاطر يقدروا ان هم يسيطروا على المسجد مره اخرى. هل انت سلفي ام انت اخواني، ام ان الاستعانه بهم كانت من منطلق الحرص على عوده المسجد مره اخرى؟ اولا هذه ادعاءات كاذبه. أولا أنا مسلم عربي مصري، أعتز بهذه الصفة، ليس لي انتماء خاص مع أي من هذه الأسماء أو هذه التنظيمات، وأنا فخور إن أنا مسلم عربي مصري، وبالتالي هؤلاء كانوا سلفيين أو إخواننا غير، هم إخواننا، إخواننا في هذا البلد، وبالتالي ما اقدرش اعادي لا السلفيين ولا الاخوان ولا غيرهما، لهم حق المواصله. هل عشان يبقى اخوان يعني نفقد جنسيته، ولا كان سلفي نفقد جنسيته او نطلعه معه من البلد بقى كمواطن على ارض؟ اذا كان مخطئ في قانون عندنا في البلد، وكان يجب سيادة القانون على الجميع، ونرحب بسيادة القانون وبنطالب بسيادة القانون على كل واحد. فإذا كان هناك سيادة للقانون، والله 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 كلنا سنعيش على أرض مصر أحرار، وكلنا هيخدم مصر. إنما دام ما فيش قانون، ما فيش سيادة للقانون، ولا احترام للقضاء، يبقى قيمة مصر إيه؟ أنا مش بتكلم عشان موضوع مسجد النور، لا. كل مواطن له حق، عاوز يعيش حر، عاوز يعرف إن البلد دي بلده، إنما عشان المحاكم تصدر أحكام لا تنفذ، ده شيء خطير. لكن الناس برضو النهارده تسأل، أنت رأي حضرتك إيه شخصيًا في الأحزاب الدينية أو الأحزاب ذات المرجعيات الدينية؟ أدينا شايفين في أحزاب الإخوان، أحزاب للسلفية، الجهاد الإسلامي بيعمل حزب، الجماعة الإسلامية بتعمل حزب، شايف هذه الأحزاب إزاي؟ والله يا باشا أقول كلمة بقى لله، أنا عملت بيان بقول لكل عضو من الأعضاء اللي هم متقدمين لكرسي الرئاسة، في منهم يتكلموا معايا، فأنا بقول لهم أنا عاوز بكل واحد منكم يقدم لي بيان عن سابقة أعماله اللي عمله قبل كده لخدمة شعب مصر، عشان نقدر نزكيه
وانا اول واحد هزكيه اذا كان قد لشعب مصر خدمات تستحق ان يكون رئيسا. لكن في حد منهم حضرتك متعاطف معاه شخصيا؟ هقول لك بقى. اتفضل. انا قلت في البيان بتاعي انا منزعج كل الانزعاج، والله منزعج كل الانزعاج. كلهم مجتمعين عشان ينفاد واحد منهم بالرئاسة أقول فاشل، وبالتالي بقول تاني كلهم مفيش واحد يقدر، مفيش واحد بيقدر يشيل حمل الثقيل. مفيش ولا واحد اللي احنا فيه ده. جميع المرشحين للرئاسة يصلح للرئاسة، هذا هو رأيك الشخصي. بقول ايه؟ أنا بقول لهم إيه؟ إذا كانوا فعلا بيحبوا مصر وعاوزين يخدموا مصر، أنا بقول منهم إذا كانوا مخلصين نكون مجلس رئاسي مع القوات المسلحة وكلنا نكون يد واحدة عشان ننقذ مصر من الوحل اللي هي فيه. لا يمكن، لا يمكن لأي فرد مهما قال يقدر ينقذنا من المصير اللي احنا وصلنا إليه إلا إذا كنا كلنا، إذا كنا صادقين نتعاون يد واحدة، ننسى أنفسنا ونفكر في مصر ومستقبل مصر. بعد ما حالنا ينصلح داخليا نفتح باب الترشيح بقى للي عاوز. إنما بالحالة اللي موجودة دي لو جبنا مع الجن. طب ايه المواصفات اللي حضرتك بتشوفها في رئيس مصر القادم؟ لازم تكون في مواصفات ايه عشان نقول عليه ان هذا الرجل يصلح لرئاسه مصر؟ انا قلت بدايه لابد يقدم خدمات لشعب مصر عشان يشعر شعب مصر ان ده راجل عمل. انما ستعمل حكومتي كان بيكون اسمها زمان، كان لا بيتغير. وانا بتحدى، اتحدى ايا منهم مهما بلغ قوته لا يستطيع يخرج مصر من الورطه اللي هي فيها الا اذا كنا صادقين فعلا ونتعاون كلنا، كنا صادقين وبنحب مصر كلنا نتعاون اولا لرفع راي مصر وانشاء مصر بما هي فيه وانتعاش الاقتصاد بتاعنا المتدهور ده. بس كده نقف على رجلينا يا اخوانا، نقف على رجلينا وكلنا ابناء مصر. في الحاله دي اي واحد يخدم بعد تطهير البلد، ما البلد كلها بلاء وكلها فساد يخدمها ازاي؟ مين يقدر يتحمل؟ كيف تنظر للمحاكمات التي تتم النهارده للرئيس السابق محمد حسني مبارك؟ والله انا بيصيبني الملل واقول ربنا قال ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. طب ده فرعون عرفناه اسم محمد حسني مبارك النهارده او بطانته. انما يا اخويا لابد نعرف ان مش دي هي رموز الفساد بس، لا، الفساد لا زال موجود وتحت الرماد، لابد ان يخرج، ولابد ان كل واحد من دول اللي الان اساء الى مصر لابد ان يحاكم، ولابد ان ننفذ عليهم القصاص. والله تبارك وتعالى هو القائل ولكم في القصاص حياه من الالباب، اي لحياة بدون إقامة القصاص. عشان كده بنطالب المستشار عبد المجيد محمود إنه يحقق لا مع محمد حسني مبارك ولا بالشوية العصابة اللي موجودة في سجن طرة، لا، مش هم دول سبب الفساد بس، لا، دول رؤوس الفساد. فين بقى الفساد وفين الينبوع بتاع الفساد؟ لابد أن نقضي على البذور اللي باقية دي عشان نطهر البلد. النهارده في قلاقل في البلد. القلاقل دي بتزعجنا جدا. لسه في الاول بتوع النظام البائد موجودين، الحزب موجود، كل بتوع النظام الفاسد موجودين، كل يوم بيعملوا قلاقل في البلد. البلد عاوز تستقر بقى. عايزين نشوف استقرار في البلد. عايزين كل مواطن يشعر ان في حريه وفي نزاهه وفي سياده القانون. عايزين كل مواطن يخدم بلده. كلنا كلنا. لابد نجلد انفسنا لمستقبل مصر، كل واحد ينسى نفسه. هل صحيح ان محافظ السويس استاذنك قبل ما يستلم وظيفته كمحافظ وقال لك استلم ولا لا يا شيخ حافظ؟ فقلت له استلم على بركه الله. انت بتدور ليه على الماضي؟ الراجل فعلا قبل ما
يهب جميل قال لي انا تعينت محافظ السويس، رايك ايه؟ قلت له انت مين؟ قال لي انا اللي هو محمد عبد المنعم. قلت والله يا سيدي احنا يهمنا ان اللي يخدم بلدنا بنشوف فوق راسنا، وبالتالي انت جاي السويس اهلا وسهلا مرحبا، وده اختيار القوات المسلحه لك، وبالتالي احنا كمان بنمد ايدينا لكل من يعمل لصالح مصر وخاصه مدينتنا السويس. فدي كانت يعني مقدمه من راجل جزاه الله خير، وبالتالي انا شخصيا مع القوات المسلحه. انت راضي عن اداء المجلس الاعلى للقوات المسلحه في اداره شؤون البلاد في هذه الفتره؟ والله انا بقول برضو المجلس الرئاسي لابد منه عشان نشوف الخبرات اللي موجوده اللي هي متطلعه الى رئاسه الجمهوريه، ناخد منه ناخد دي نماذج، نشوف مين منهم اللي هيصمد ومنهم اللي هيعمل، وكلنا ابناء وطن واحد، وكلنا بنخدم مصر، وكلنا ما بننساش ان القوات المسلحه الان هي درع لنا الان. ما ننكرش الكلام ده، عشان كده بقول ربنا يهديهم ويصلح حالهم ويوفقهم، وكلنا بنمد ايدينا لخدمه مصر، ولابد يعلموا علم اليقين العدل اساس الملك. العدل اساس الملك. لا ملك ولا استقرار لملك بدون عداله. عشان كده بنطالب اولا بتحقيق العداله حتى يطمئن كل مواطن الى مستقبله. شيخ حافظ انا شاكر جدا وشرفت جدا ان انا قاعد مع المجاهد الشيخ حافظ سلامه، وبشكرك جدا على هذا الحوار. بارك الله فيكم واكرمكم الله، ونقول في البدايه وفي النهايه عاشت مصر يا ابناء مصر. اشكرك. كما رأينا كان هذا حوارنا مع المجاهد الشيخ حافظ سلامة في حلقة خاصة جدا في الميدان في قناة التحرير. بشكركم جدا، نلتقي على خير إن شاء الله.